على أعتاب الطرقات أطفال ينفضون غبار الفقر، يتنقلون من مدينة إلى أخرى باحثين عن سبيل خلاصهم مما يعيشونه من ألم العوز المادي. فقرابة 7.5 ملايين طفل عراقي بحاجة إلى مساعدة بحسب ما نشرته منظمة اليونيسيف في العام 2019، فيما بيّنت إحصائية وزارة التربية أن نسبة المتسربين من الدراسة بلغت 6% للعام 2018، وهي نسبة مرتفعة تزامنت مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلد واعتماد الأسر على أبنائها في توفير لقمة العيش. والله إحنا هاي عيشتنا على القواطع، عيشنا من حياة صغار اللي ملحنا ونبيع على 500 والله بعو ولادي وما بعدنا. يعني هسه أنت إيش قد عمرك؟ أنا عمري 11. يعني 11 تقول إحنا من كنا صغار، يعني إيش قد كان عمرك وتتلم قواطي؟ من 5. زين وهاي تكفيكم معيشتكم يعني؟ القواطي؟ إي أيوة والله معيشتنا، إحنا عليها وعلى الله. لا يعني القصد تكفيكم؟ ما كفينها، إن إحنا الجهال اللي مهن نسبح نطب وهاي بالماي، حتى الماي هسه انقطع، وعلي ذاك اليوم أشتغل بالستوتة أجيب ماي، عندي ستوتة. وقوامتها وبدنا راح يبدلون المحل كاسه 200,000 وما عندنا. نريد عيشه، شغل ماكو، راتب ماكو، ابوي مريض، الرئه ما تقدر يطلع، وبس انا هاي هنا ولد عمي وقرايبنا كلهم واحد يعرف الله. عندنا اللي غاد هم جماعتنا ما عندهم محل، اكو عالم هنا تنام بالسياحه، ماكو، كلها فقره. يصف المهتمون بشؤون الطفل أن توجه الأطفال إلى العمل يشير إلى تشوه التركيبة المجتمعية، فأغلبهم يعمل بمهن خطرة قد تترك آثارا نفسية وصحية وجسدية. فباقر اختار أن يعمل بمهنة الحدادة رغم صغر سنه، ويجد في مهنته هذه المستقبل الذي يبحث عنه، لأنه يعتقد أن التعليم لن يحقق له فرصة التعيين. حداد. اشتغل حداد؟ ايه. صار لك ايش قد؟ صار لي سنتين. زين بس ده بعدك صغير. انا اقدر اشتغل. يعني انت تريد تشتغل لو يعني اهلك قالوا لك اطلع اشتغل؟ لا انا اللي اشتغل. زين وشلون تعلمت؟ أمي تعلمت، قامت أطلع ويا أستاذي، أستاذي علمني. زين شلون تعرفت على أستاذك؟ وين شفته؟ وشلون رحت له؟ وشلون اشتغلت وياه؟ احكي لي. تافود، كنت أشتغل بالسباعة، يعني مو يمه. فتت قالت تشتغل؟ قلت له لا عندي شغل. ورا يوم بس. أنت شنو تشتغل قبل الحدادة؟ كنت أسحب مهدني كبنقات. أها. إيه. إيه. بعدين بطلت، هو قال لي تشتغل وياي، قلت له ايه. زين مو صعبه عليك؟ لا سهله. زين ايش تشتغل بالحداده؟ يعني كوسره ودريل لو شو تسوي؟ اي ادري كوسره ودريل. ما تخاف؟ لا. زين انت يعني ما كنت تفكر انه او تتمنى تكمل مدرسه؟ لا. زين انت شنو اللي جبرك انه تشتغل؟ قلت لهم ليه الأرض بطل كان بطل. هو أنت ليش تشتغل يعني حتى تعيش عائلتك لو شنو؟ لو ما أعيش عائلتي أنا أريد فلوس. ها يعني أنت تريد تكون نفسك؟ إيه. أحسن من المدرسة. المدرسة تعين كل شيء ما أرجع عيون. شلون؟ أما يعني على أكمل هواية كل شيء ما أرجع، ما تفيد من المدرسة. يعني قصدك انت تتعب وتدرس وماكو تعيين فتهيش تفكر فعفت المدرسة. أطفال بعمر الورد يشقون طريقهم بلا بوصلة أو سلاح، ففي زحمة السوق يترجلون بحثا عن مستقبل أفضل لتحسين الحال والتخلص من دوامة الفقر الجاثمة على صدورهم ليل نهار، آملين بمعافاة الحال من الضيق الحاصل والفرج القريب لكي يحيوا ميسورين. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.